طيب النهارده يا شباب هنتكلم هنكمل الجزء اللي احنا بدأناه المره اللي فاتت وهو بيتكلم على سي سي تي في او نظام كاميرات المراقبه. كنا خدنا مجموعه حاجات المره اللي فاتت وهنكمل عليها المره دي. كنا خدنا اول حاجه السي سي تي في سيستم ديفينيشن، يعني ايه اصلا نظام كاميرات المراقبه ازاي او ليه بتحتاج اصلا نظام كاميرات المراقبه. ثاني حاجه نتكلم على مميزات ان انت تعمل سي سي تي في سيستم وايه الادفانتجز اللي انت هتاخدها لو حطيت لاي بند نظام كاميرات المراقبه. ثالث حاجه كنا اتكلمنا على الكومبوننت او الاليمنت اللي انت بتستخدمها علشان تعمل نظام كاميرات المراقبه. طيب اللي هي الميل اليمنتس اوف ذا سيستم زي الكاميرا زي السويتش زي الجويستيك زي الباور سبلاي، وكلمنا اخر حاجه عن الكابلات. بعد كده اتكلمنا على اشهر انواع الكاميرات الموجوده في السوق زي الدوم زي البي تي زد زي الفيكتد دوم. تمام، النهارده المفروض هنكمل كلامنا من اول الاي بي كاميرا سيستم. يعني ايه اي بي كاميرا سيستم؟ طيب لو احنا اتكلمنا على النظام العادي او النظام العادي بتاعنا كان او التراديشنال سي سي تي في سيستم كان عباره عن الكابلات بتاعتك لو احنا بنتكلم على الكيبلز اللي هنا دي اللي كانت بتربط ما بين الكاميرات اللي هي تحمل الفيديو سيجنال اللي كانت بتربط ما بين الكاميرات المختلفه والجويستيك او الدي في ار كانت عباره عن كابلات حاجه اسمها ار جي 6 او ار جي 59 او ار جي 11 او الميني. تمام، نظام الاي بي سيستمز بيشتغل بطريقه مختلفه شويه، بيريبليس التراديشنال سي سي تي في سيستم عن طريق نظام جديد شويه، وهنقول جديد ليه. ده النظام اللي موجود في السوق دلوقتي اسمه الاي بي كام سيستم. ده بيعمل ايه؟ ده المفروض ان انت كان عندك لو احنا بنتكلم على كاميرا، الكاميرا دي واحنا بنتكلم على كاميرا بالمنظر ده، الكاميرا دي انا شهر سي كنت بدخل لها باور سيجنال، ده الباور انبوت اللي هو جاي من الباور سبلاي، وكنت بتاخد منها سيجنال اللي هي الفيديو سيجنال اللي هي ممكن تروح على المونيتور، ممكن تروح على سويتش، ممكن تروح على دي بي ار. فدلوقتي هو بيعمل ايه؟ بيحط الاثنين دول في كابل واحد يسموه الكات 6. الاثنين دول في كابل واحد اسمه كات 6. وده ده المختلف عن نظام التراديشنال سي سي تي في. الكات 6 ده عباره عن ايه؟ عباره عن 8 اطراف بالمنظر ده. حد شاف كابل قبل كده، كابل نتورك او كابل الانترنت؟ هو ده الكابل. الكابل ده عباره عن 8 اطراف، هتلاقيه طرفين اللي هو ده اللي مكتوب فوق ده، طرفين عندك اورنج وجرين. اورنج وجرين دول اربع اطراف، ليه؟ في برتقالي برتقالي وفي برتقالي ابيض، كل كابل في منه السوليد وفي منه الابيض. تمام، فانت بيستخدم ايه؟ بيستخدم اورنج وبيستخدم جرين عشان ينقل الفيديو سيجنال. فانت في اربع اطراف، ليكن دول اربع اطراف، الاربع اطراف دول اللي هو الاورنج والجرين عشان ينقل فيهم ايه؟ عشان ينقل الفيديو سيجنال. تمام، الاورنج للترانسميتر، الاورنج يا باشمهندسين للريسيفر. تمام، بتبعت منه سيجنال، ممكن تبعت منه سيجنال، والجرين للريسيفر او للترانسميتر، سوري ريسيفر وترانسميتر. تمام، طيب انت عندك دلوقتي اربع اطراف من كابل الكام 6 فاضيين مش مستخدمين، ففي الاي بي كام سيستم بيستخدمهم عشان يبعت فيهم باور
الكاميرا، فانت تستخدم كابل الكابتكس ده عشان تعوض الكابلين دول، او عشان تستغني عن الكابلين دول، تستغني عن كابل الباور اللي جاي من السبلاي، تستخدم كابل الكابتكس، وبتستخدم او بتنقل الفيديو سيجنالز بكابل الكابتكس اللي هم الاربع اطراف دول، تنقل بيهم الفيديو، والاربع اطراف دول تنقل بيهم الباور. تمام؟ طيب بعد كده بيستخدم ايه؟ السويتش بقى بيبقى مختلف شويه. السويتش او مش السويتش، الدي بي ار. الدي بي ار ده كان اسمه ديجيتال فيديو ريكوردر. تمام؟ ما بيستخدمش بقى الدي بي ار، بيستخدم حاجه اسمها الان بي ار اللي هو نتورك فيديو ريكوردر. ده علشان يدعم خاصيه اسمها الباور اوفر ايثرنت. لازم يكون الان بي ار ده يدعم خاصيه الباور اوفر ايثرنت. عشان تشتغل من دون لايف كام كل المنظومه لازم تكون تدعم خاصيه الباور اوفر ايثرنت. طيب نيجي للكابل الكات 6 ده، كابل الكات 6 ده لازم تكون الكاميرا بتاعتك هنا فيها سوكت زي السوكت بتاع الكمبيوتر اللي هو في ظهر الكمبيوتر اللي بيدخل عليه كابل النت. تمام؟ ده السوكت ده اسمه ار جي 45. تمام؟ لو بصيت في ظهر الكمبيوتر كده وانت بتدخل كابل النت، الفتحه بتاعت اللي دخل فيها كابل النت اسمها ار جي 45. تمام؟ طيب هناخد دلوقتي لو احنا بنتكلم على منظومه اي بي كام، اولا ده دول اثنين يعني اثنين ابلكيشن مختلفين. هنا مجموعه كاميرات، وليكن مثلا دي زوم كاميرا، دي مثلا بي تي زد او دور كاميرا، دي كده زوم كاميرا، ودي ممكن تبقى دوم كاميرا برضه. تمام؟ طيب محطوطين في اماكن مختلفه. الكابل الاصفر ده هو الكات 6. تمام؟ المفروض ان الكات 6 ده بتبعت عليه باور، وتاخد منه وتبعت عليه بيت زي ما قلنا من شويه. فانت بتتكلم ان الكابل ده بتبعت عليه باور، باور سبلاي، فانت مثلا كنترول روم حاطط باور سبلاي، توصل الكات 6 بالباور سبلاي وبتوصله برضه للسويتش. فاحنا لما بنتكلم ان ده مثلا السويتش. تمام؟ طيب لازم تكون الكاميرات دي كلها فيها فتحه ار جي 45. تمام؟ علشان يدخل عليها كابل الكات 6 ده. طيب بعد كده بتاخد السيجنال للسويتش، السويتش ده ممكن يطلع منه برضه فتحه ار جي 45 تتوصل على راوتر، والراوتر ده ممكن لو انت عايز مثلا تدخل على الموبايل، موبايل ابلكيشن، بتاكسس الراوتر ده، بتنزل الابلكيشن بتاع السويتش، وبتربط من الموبايل على الكاميرات بتاعتك. انت ممكن تلاقي كل اللي بيحصل في البيت مثلا ايه عن طريق ان انت ربطت مع السويتش ده. تمام؟ طيب زي ما قلنا السويتش ده لازم يكون يدعم خاصيه البي او اي اللي هو الباور اوفر ايثرنت، ان انت تبعت الفيديو والباور بنفس الكابل. طيب او لو انت مش عايز تاكسس من خلال السويتش، ممكن تربط السويتش ب ان بي ار عن طريق برضه كابل كات كيبل كات 6. تمام؟ ومن ان بي ار برضه لازم يكون ان بي ار يدعم خاصيه باور اوفر ايثرنت. ممكن عن طريق ان بي ار ده تستخدم او تربط على بي سي، تربط على موبايل، تربط على شاشه زي ما انت عايز. تمام؟ عن طريق الفتحات اللي موجوده في ظهر ان بي ار، ممكن يبقى الفتحات بتاعته بيجر وتربط على بي سي بي سي ديسبلاي، او ممكن تبقى في فتحات اتش دي ام اي تربط على شاشه عاديه. خلاص كده؟ حد عنده اسئله لحد هنا؟ نفس الابلكيشن ده فرونتين ممكن يتحط في اي مكان تاني زي الهوم، وده مثلا ابلكيشن تاني مختلف. طيب لو انت بقى عندك منظومه قديمه وعايز تحولها لاي بي سيستم، بمعنى ان انت عندك كاميرات المراقبه ما فيهاش فتحه ار جي 45. كويس؟ طبيعي ان انت مثلا لو انت عايز تحول منظومه ما ينفعش تغير كل كاميرات المراقبه اللي في المكان. فبتعمل ايه؟ بتجيب جهاز اسمه الفيديو سيرفر انترفيس. ده عباره عن مصيف بيربط لك الكاميرات اللي لا تدعم خاصيه الاي بي سيستم بالكابل اللي هو كات 6. تمام؟ فمن الناحيه دي مثلا او في الناحيه دي بيكون داخل عليه كابل ار جي 11 او ار جي 59 او ار جي 6،
اللي هو الكابل العادي جدا اللي هو اللي جاي من الكاميرا العاديه اللي هي سي سي تي في، وبيبقى خارج منه من الناحيه الثانيه في سوكت ار جي 45 خارج منه كابل كات 6 يروح على الان بي ار او السويتش. تمام؟ طيب نفس الكلام ده برضو فيديو سيرفر بياخد من الانالوج سي سي تي في، بياخد كابل ار جي 11 وبيخرج منه ار جي 45 سوري ار جي سوري كات 6 كابل كات 6. طيب لو انت عندك سويتش او ان بي ار وعايز توصل عليه كاميرا عاديه، الكاميرا دي اللي هي الاولد كاميرا، الاولد كاميرا دي بتشتغل على انالوج فيديو سيجنال، ما ينفعش تاخد من من هنا فتحه ال ار جي 45 وتاخد على الكاميرا العاديه، لازم يدخل لها كابل كات 6 سوري لازم يدخل لها كابل ار جي 11 زي ده مثلا. فبتعمل ايه؟ بتجيب نفس الفيديو سيرفر وبتقلبه. تمام؟ بيبقى الانبوت بتاعه هو كابل كات 6 على الفتحه اللي هي ار جي 45، بيخرج منه الناحيه الثانيه كابل اللي هو الار جي 11 بيدخل على فتحه الار جي 11 بيدخل على الفتحه اللي هنا ده اللي هي الترديشنال ديسبلاي اونلي بي فيديو سيرفر. شكل الفيديو سيرفر بقى ده شكل الفيديو سيرفر من ناحيتين اللي هي الفرونت والباك. تمام؟ باور ده يا اخوانا الفكره ان انت حولت الانالوج فيديو سيجنال لديجيتال فيديو سيجنال، بس انت ما حولتش باور، طبيعي ان الباور داخل على الكاميرا العاديه. تمام؟ يعني انت مش هتبعت باور في الكاميرا دي، الكاميرا العاديه، بس انت بس بيبقى عندك شويه كاميرات، يعني مثلا دي كاميرا تراديشنال، دي كاميرا اي بي، فالاي بي ده هيتبعت لها باور عادي جدا من الكات 6، انما دي جايه من الصوت اوت. تمام؟ طيب احنا قلبنا ده شكل الفيديو سيرفر او الفيديو سيرفر انترفيس او الوسيط ما بين التراديشنال سي سي تي في والاي بي كاميرا او الاي بي سيستم، ده عباره عن الباك بتاعه، الباك بتاعه بيبقى داخل عليه اوديو سيجنال ده اوديو انبوت وده خارج اوديو اوت. تمام؟ والناحيه دي داخل فيديو سيجنال فروم ار جي 45 سوري ار جي 59 او 6 او 11 ده الكابل اللي جاي من التراديشنال سي سي تي في. تمام؟ طيب خارج منه ايه؟ خارج منه كابل اللي هو رايح على المفروض انه خارج منه ايه؟ الناحيه دي يا باشمهندسين هتلاقي فتحه الار جي 45، فتحة الـ RJ 45 اهي المفروض ان دي خارج منها ديجيتال سيجنال وبتوصلها بـ الـ NVR يوزنج كات 6 كيبل اللي هو دي الفتحة دي، وفي ظهر برضه في ظهر الفيديو سيرفر ده بيكون في فتحة لو عايز توصل بكاميرات الـ PTZ. قلنا كاميرات الـ PTZ دي متغير زوم، رايز زوم يعني ايه؟ يعني انت ممكن تتحكم في الزوم بتاعها وتمام، فممكن تخرج كابل يروح من الفيديو سيرفر ده للان بي ار وبالتالي تتحكم في الكاميرا اللي هي البي دي زد. تمام؟ اللي هو السويتش ده او دي اسمها ار اس 485. تمام؟ طيب لو انت عايز توصل من هنا بتراديشنال ديسبلاي، تراديشنال ديسبلاي بتاخد انالوج اوديو وبتاخد انالوج فيديو، فانت ممكن عامل لك هنا فتحه، دي فتحه زياده يعني لو انت عايز تاخد فيها اوديو اوتبوت على التراديشنال ممكن تاخد من عليها دايركت، وعامل لك هنا فتحه لو انت عايز تعرض برضو على تراديشنال ديسبلاي ممكن تاخد من هنا على التراديشنال ديسبلاي، فانت ممكن تعرض فوق وممكن تعرض بيت. تمام؟ فده الفيديو سيرفر بيحول الانالوج فيديو سيجنال في ديجيتال فيديو سيجنال وبيخرج منها كابل كات 6 من الفتحه اللي بتاعتك اللي هي الار جي 45. تمام؟ طيب ناول هنا بقى نتكلم على الاوبشنز بتاعت الكاميرات. اول حاجه تيجي في بالك بالنسبه لكاميرات المراقبه الريزوليوشن،
اولا في ريزولوشنز مختلفه لكاميرات المراقبه، تبدا من حاجه اسمها كيو تي اي اف تمام، وتنتهي بالاي بي كاميرا اللي هو الفول اتش دي. خلي بالك من اول 960 دي فول اتش دي، من اول 960 دي فول اتش دي. فاما الكاميرا بيكون مكتوب عليها الرقم بتاعها او الكاميرا بتاعها اللي هو ده، يا اما يكون مكتوب عليها ريزوليوشن اللي هو 1280 في 960. هو يعني ايه اقصى ريزوليوشن؟ لو ركزت شويه في الصور دي، مبدئيا الصور دي كلها نفس الحاجه، بمعنى ان هي صور 20 في 20 مثلا. كويس؟ لو احنا بنتكلم ان كلهم نفس الصوره 20 في 20 تمام؟ في حاجه اسمها البيكسل. ايه هو البيكسل؟ البيكسل هو نقطة في المنظر ده، فهي مجموعة نقط في الطول، مجموعة نقط في الويدث، ومجموعة نقط في الهايت. تمام؟ البيكسل دي النقطة الواحدة عبارة عن ثلاث نقط بيسموهم الـ RGB اللي هو ريد جرين بلو. الثلاث نقط دول بيضموا كل الألوان اللي موجودة في الطبيعة. بمعنى لو انت عايز تختار اللون الابيض او عايز تطلع اللون الابيض، فانت بتنور الثلاث الوان دول او الثلاث نقط دول فل. كويس؟ لو فل يبقى انت بتتكلم على كلهم 100%، فانت هتاخد لون اللي هو الوايت. تمام؟ طيب لو طفيت الثلاث الوان تاخد ايه؟ لو 0% تاخد اللون البلاك. تمام؟ طيب بقيه الالوان تاخدها ازاي؟ فهي نسب من الثلاث الوان دول، لو انت عايز تاخد مثلا برتقالي فهي نسب من الثلاث الوان وهكذا. تمام؟ فكل بيكسل هو عباره عن لمبه بالمنظر ده او دايره فيها الثلاث الوان اللي احنا قلنا عليهم اللي هم الار جي بي. طيب لو احنا بنتكلم على الصوره دي، خلي بالك الصوره دي كلهم هم نفس الحاجه، يعني 20 في 20. بس هو عايز هو صغرها عشان يقول لك الفرق ما بين كل واحده والثانيه بالريزوليوشن. فانت اول حاجه اللي هو السي اي اف ده بيقول لك ان السي اي اف مثلا وليكن في الجدول ده هي 352، يعني ده كده البكسلز في الوايت سوري في الويدث وفي الهايت. فالويدث ده 352 والهايت 240، هتلاقي بقى مقسومان ده 352 واللي تحت 240. تمام؟ يعني ايه؟ يعني في نمبر اوف بكسلز في الطول ده 352، والنمبر اوف بيكسلز في الهايت 240. طيب لحد هنا دي الكاميرات العاديه. في حاجه ثانيه تربط الكاميرات بريزوليوشن، حاجه اسمها تي في لاين. تي في لاين هي عدد الخطوط المنوره في اللمبه في الصور. الاول الكاميرات القديمه كانت 200 تي في لاين، 300 تي في لاين وهكذا. بعد كده ظهرت، وده كان صيحة يعني في عالم الكاميرات، ظهرت 600 تي في لاين وظهرت 700 تي في لاين. يعني ايه 700 تي في لاين؟ يعني الريزولوشن بتاعها تقريبا بيبدا من هنا، بيبدا من 720 فول اتش دي او 960 فول اتش دي. تمام؟ لو بصينا على 720 720 هي 1280 بكسل في العرض ده، والطول بتاعها 720، وده شكل البيكسل في الصورة. تمام؟ لو بصيت هنا هتلاقي هي نفس الصورة، نفس الصورة بس النمبر بيكسل مختلف. فإيه أقوى واحدة فيهم؟ المفروض إن هي آخر واحدة. فآخر واحدة دي 960 فول اتش دي أو 960 اتش، اللي هي المفروض إن هي قبل 960 اتش هتلاقي. ليه؟ طيب خلي بالك إن أنت كل ما تعلى الريزوليوشن كل ما تاخد صوره الحجم بتاعها اكبر، وبالتالي لو انت زودت السايز بتاع الصوره يبقى انت عايز ايه؟ عايز هارد تخزن عليه الفيديو بتاعك حجمه اكبر، يبقى انت بتتكلم على الفيديو سايز المفروض هيكبر، وبالتالي الاتش اتش دي اللي ورا الهارد بتاعك المفروض يكبر. تمام؟ طيب الحاجة الثانية اللي ليها علاقة بالريزوليوشن، ايوه ايه؟ الفرق في الريزوليوشن، يعني من أول هنا كان من أول
دي يعني ايه؟ يعني هاي ديفينيشن. هاي ديفينيشن بتتكلم ان النمبر بيكسل في الصوره كانت لايك، تمام. بعد كده ظهرت الفول اتش دي، وبعد الفول اتش دي ظهرت الاي بي كام. الاي بي كام لو بصيت للريزولوشن بتاع الريزولوشن بتاعها عالي جدا، بتاخد صوره مثلا 1.3 ميجا بكسل. فلو انت بتتكلم على 1.3 ميجا بكسل يعني الريزولوشن اللي في الصوره 1280 في الويدث و 1024 في الهايت، تمام. لو انت عايز تاخد بقى كاميرا 2 ميجا بكسل او استخدمت كاميرا 2 ميجا بكسل، ده ريزولوشن. حاليا دلوقتي في فوق 3 ميجا بكسل وفي 4 ميجا بكسل، تمام؟ طيب. واحنا هنروح بعيد ليه يا جماعه؟ كاميرا الموبايل بتاعتك ممكن تطلع صوره 3 ميجا بكسل و4 ميجا بكسل، تمام؟ وبالتالي الريزولوشن بتاعها عالي جدا، فبتلاقي السايز برضه بتاع الصوره يعدل ايه؟ يعدل 4 ميجا بكسل، 4 ميجا بايت. ليه؟ فرق الاسعار؟ طبعا كل ما الريزولوشن بتاع الصوره يزيد، كل ما الريزولوشن بتاع الصوره يزيد كل ما الكاميرا نفسها سعرها هيغلى. بس خلي بالك انت ممكن لو انت عندك كاميرا مثلا 2 ميجا بكسل يبقى فيها تقريبا يعني كل الريزولوشن دي. يعني احنا هنشوف كمان شويه في الريزولوشن بتاع الكاميرات المختلفه، في كاميرا مثلا 2 ميجا بكسل اي بي كام يعني، وفيها ريزولوشن مثلا 960 اتش دي، وفيها 720 اتش دي وهكذا. فانت على حسب انت عايز تشغلها على ريزولوشن كام، تمام؟ طيب الحاجه اللي بعدها لو احنا بنتكلم على الكاميرا كومبوننتس، الكاميرا كومبوننتس كنا احنا اتكلمنا عنها قبل كده. اي كاميرا بتتكون من حاجتين، حاجه اسمها الايمج سنسور، ده الايمج سنسور يا باشمهندسين، ده في منه نوعين، في منه حاجه اسمها سي سي دي وده الاشهر والاغلى. السي سي دي ده اسمه تشارجر دبل ديفايس، وفي السي موس. السي موس ده اللي هو كومبلمنتري ميتال اوكسايد سيمي كوندكتور، ده عباره عن بياخد او بيستلم اللايت من الصوره او من بتاع الشكل اللي انت عايز تصوره. المفروض ان ده انعكاس او بيخرج منه ضوء بيروح على وش الكاميرا، فاللي بيستعمل وش الكاميرا ايه او اللي بيستعمل الضوء ده اللي هو الليت العدسه بتاعته. والعدسه بتكون الصوره وبتطلعها على الايمج سنسور. فالايمج سنسور ده هو المرحله الثانيه مش المرحله الاولى. المرحله الاولى هو الليت اللي هي العدسه بتاعت الكاميرا. طيب المفروض ان ده بياخد اللايت بتاعك بيحوله للالكتريكال سيجنال، فده وبعدين بينقله بايه؟ بينقله بالفيديو سيجنال. طيب فانت بتتكلم على السي سي دي، ده هاي ديفينيشن او بينقل الصوره الريزولوشن بتاعها كويس جدا. وده هنشوف دلوقتي صوره احنا قلبنا مثلا، دي صوره منقوله او الايمج سنسور بتاعك سي سي دي، ودي صوره الايمج بتاعتك منقوله بالسي موس. لو بصيت للصورتين ايه اللي احسن فيهم؟ المفروض ان الايمج سنسور السي سي دي افضل من الايمج سنسور السي موس. ليه؟ هتلاقي الصورة دي كلرفول شوية عن دي، يعني فيها ألوان، فيها برايت في الألوان أكتر من دي، يعني دي الألوان بتاعتها متقاربة شوية. هتلاقي الساتوريشن هنا بتاعت الألوان أفضل من هنا، تمام؟ هتلاقي برضه السنسيتيفيتي، وبرضه بالنسبة للعين الصورة بتاع السي سي دي أفضل بكتير من السي موس. بس خلي بالك حساس الكاميرا لو السي سي دي بيبقى أغلى من حساس الكاميرا اللي هو السي موس، تمام؟ طيب الستاندرد دايمتر بقى بتاع السنسور الايمج سنسور، يعني ايه الستاندرد دايمتر؟ خلي بالك الايمج سنسور هو عباره عن مستطيل وليس دايم، تمام. فاحنا لو بنتكلم على الدايمتر بنتكلم على الدايمتر ده، تمام. الدايمتر ده ليه ستاندرد عاده بيبقى بالانش، فانت بتتكلم فيه ربع انش، تلت، نص، 2 على 3، تمام. بعد كده المفروض ان اللارج سنسور دايمتر معناها ان انت هتاخد لارج ايمج سايز، يعني انت كل ما تستخدم دايمتر بالنسبه لحساسه الكاميرا او ايمج سنسور اكبر كل ما تاخد كاميرا اكبر، وهتاخد طبعا الكاميرا الصوره كل ما تكبر كل ما السايز بتاعها كده الميجا بايت. طيب تاني حاجة
او تاني بارت من الكاميرا اللي هو العدسه. تمام؟ بتتكلم على عدسه في انواع مختلفه جدا من العدسات. تعتمد على ايه؟ تعتمد على البعد البؤري للعدسه. احنا لما بنتكلم على شكل، خلينا نرسم بقى تاني. ده الشكل اي المفروض ان هي اللينز اللي هي العدسه وده الايمج سنسر. طيب المفروض ان في مسافه هنا ما بين الايمج سنسر والعدسه بيسموها الفوكال لينز. الفوكال لينز ده او البعد البؤري، في كاميرات ليها بعد بؤري ثابت وفي كاميرات ليها بعد بؤري متحرك. تعتمد على ايه؟ تعتمد على نوع الكاميرا والابلكيشن اللي انت محتاج تستخدم فيه الكاميرا. يعني مثلا الكاميرات الاوت دور عاده بتبقى فيكسد فوكال ليس، ان انت بتثبتها على بعد بؤري ثابت، تمام؟ وبالتالي الزوم بتاعك بيبقى ثابت، تمام؟ لان المسافه دي لو اتغيرت يبقى الزوم بتاعك اتغير، تمام؟ طيب لو احنا بنتكلم على الفيكسد فوكال لينز، دي عدسات ليها بعد بؤري ثابت، وبالتالي انت عندك الزوم بتاعك بيبقى ثابت. لو ثبتها اول مره قبل ما تركب الكاميرا يبقى انت مالكش غير اوبشن واحد بس، تمام؟ طيب ودي طبعا ارخص نوع الكاميرات. طيب بالنسبه للستاندرد فوكال لينز بيبدا من 2.8 مللي لحد مثلا في 16 وفي 18 وفي 22 وهكذا، تمام؟ فهو بيبدا منين؟ بيبدا من 2.8 مللي، يعني المسافه دي بالمللي. خلاص كده؟ طيب النوع الثاني الفوكال لينز اللي هو البعد البؤري المتغير، وده ممكن يتغير اوتوماتيكالي وممكن يتغير مانيوالي. لو احنا بنتكلم على اوتوماتيكالي فانت بتتكلم على ديبند اون ذا لايت اماونت. ممكن تعمل فوكسنج وزومنج ان وزومنج اوت. لو انت لعبت في الفوكال لينز ده اللي هي المسافه ما بين الايمج سنسور والعدسه، لو لعبت في ده يبقى انت تعرف تلعب في الزوم بتاع الكاميرا. هقول لك يعني السلايد اللي بعدها على طول هتوضح الكلام ده. ده سين معلش هتغيره. دي موتورايزد لينز. دي عدسات فيها بعد متغير اليا. يعني ايه متغير اليا؟ يعني انت مش لازم تدخل على الام بي ار وتظبط تظبط البعد البؤري، لا هي بتبقى بيتظبط اوتوماتيك. وده عاده اغلى انواع الكاميرات دي عاده بتستخدم في الرادار. الرادار بتاع المرور مثلا او حاجه ممكن يستخدمه العدسات دي لان هي بتظبط الزوم اوتوماتيك. طيب ده شكل او ده ريليشن ما بين الدايمتر بتاع العدسة والدايمتر بتاع الايمج سنسور. فانت لو بتتكلم على الدايمتر بتاع الايمج سنسور تلت ثابت. الصورة اللي فوق دي معناها ان الايمج سنسور الدايمتر بتاعه ثابت. ايه اللي بيختلف؟ اللي بيختلف هو الدايمتر بتاع العدسة. المدور ده هي العدسة، المستطيل او المربع ده هو الايمج سنسور. فلو انت بتتكلم على الايمج سنسور الايمج سنسور ثابت، ده تلت انش، ده تلت انش، ده تلت انش، اللي بيكبر وبيصغر هي العدسه، دي ربع انش وده تلت انش، العدسه تلت انش، طبعا العدسه دي دائريه فانت بتتكلم على ده هو الدايمتر بتاع العدسه اللي هو الطول ده كله، تمام؟ وده نص انش. فوانت بتختار او انت بتظبط العدسه على الايمج سنسور المفترض ان الايمج سنسور دايمتر لازم يكون هو الدايمتر بتاع العدسه، تمام؟ الصوره الثانيه لو انت بتتكلم على عدسه دي هي الثابته، الدايمتر بتاع العدسه هو اللي ثابت. دي 2.3 و 2 على 3 انش، ده اللينس بتاع العدسه الدايمتر بتاعها ثابت. طيب والبعد البؤري ده ثابت 15 ملم. لو انت بتتكلم ان ده الاوبشن، الاوبشن ده الشكل بتاعك بيه. لو انت اخترت الايمج سنسور بتاعك نص انش ايمج سنسور، ده معناه ان الايمج سنسور اصغر من العدسه، تمام؟ الدايمتر بتاعه اصغر من العدسه، وده معناه ان هو مش هيبان الشكل كله، لا هو هيبين
جزء من الشكل ده. تمام؟ طيب لو اخترت 2 على 3 زي الايمج سنتر دايركت زي العدسه ده معناه ان هو هيبين الشكل كله بالنظر. تمام؟ ينفع تستخدم اكبر؟ يعني ينفع تستخدم عدسات اكبر من الايمج سنتر؟ اه ينفع. بس طبعا هي اشهر. فعاده لازم يكونوا الاثنين زي بعض زي ده. طيب. دي ريبورت بروبريتيز دي في شويه في شويه بروبريتيز للكاميرات. اول حاجه الفوكال لينس، بمعنى تغيير الفوكال لينس هيغير لك ايه؟ يعني لو احنا بنتكلم ده فوكال لينس، دي صوره اول صوره دي الفوكال لينس 3.6 ملم لينس، ده الفوكال لينس بتاع 3.6 هو البعد الفوقي 3.6. البيكتشر اريا لو انت بصيت على البيكتشر اريا دي اكبر واحده فيهم، اكبر واحده في الصوره دي كلها دي 49، الويدث بتاعها 49 والهايت بتاعها 35. تمام؟ لو بصيت هي معمول لها زوم، يعني مش معمول لها زوم، معمول لها زوم اوت. يعني ايه زوم اوت؟ يعني انت شايف كل الصور كل المكان. تمام؟ بس لو ركزت شويه في الصوره مش هتشوف الديتيلز بتاعت الحاجات اللي في الصوره. تمام؟ طيب كل ما تعلى او كل ما تبعد بالفوكال لينس او تكبر الفوكال لينس هتلاقي ان انت بتعمل ايه؟ بتصغر الانجل دي. دي 4 ملم اللي هو الفوكال لينس 4 ملم، فهتلاقي زاويه الرؤيه بتاعتك كبيره جدا، معنى كده ان انت هتشوف الفيو كله بس الديتيلز بتاع الصوره هيكون قليله جدا. تمام؟ او الديتيلز هتكون مش ظاهره. كل ما تبعد الاثنين على بعض تبعد او تكبر الفوكال لينس معناها ان انت ضيقت زاوية الرؤية، كل ما تضيق زاوية الرؤية كل ما تعمل زوم ان. زوم ان يعني ايه؟ خلي بالك الطبقة ده هو فين؟ الطبقة ده هتلاقيه موجود هنا. موجود في مكان. فكل ما تعمل زوم ان ان انت تكبر الفوكال لينس المنظر ده، كل ما تعمل زوم او تضيق زاوية الرؤية اللي هي دي، وكل ما تجيب ديتيل اكتر. تمام؟ فدي 55 ملم لينس، البيكشر بتاعتها 3 وربع في 2 ونص. تمام؟ الفوكال لينس الستاندرد الفوكال لينس. لا 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 هنتكلم عن بعد. كل ما تبعد كل ما تضيق زاوية الرؤية، فكل ما تعمل زوم ان هتشوف مسافة أبعد خالص الديتيل أكتر. طيب طيب تاني حاجة يا باشمهندسين زاوية الرؤية، إيه علاقة زاوية الرؤية بالكاميرات؟ بمعنى إن أنت كل ما تكبر الفوكال لينس إيه اللي يحصل لزاوية الرؤية؟ المفروض إن زاوية الرؤية هتقل، فالمفترض لو أنت بتتكلم على زاوية رؤية ده أوبشن كمان، يعني أنت لو حاطط الكاميرا في مكان وعايز تعمل زوم في المكان ده، فأنت خد بالك إن أنت كل ما تكبر الفوكال لينس هتعمل زوم بس مش هتجيب تفاصيل المكان. أو مش هتجيب كل المكان. تمام؟ لا أنت هتاخد جزء صغير منه اللي هو الجزء مثلا الفؤادي اللي هو ده. تمام؟ طيب صغرت الفوكال لينس هتاخد وايد انجل فيو زاوية الرؤية هتبقى كبيرة جدا بس الديتيلز بتاعة الصورة هتكون قليلة. تمام؟ طيب فده معناه إن لارجر فيو انجل معناها ليس ايمج ديتيل. بس خلي بالك ان دي تعتمد على ايه؟ تعتمد على الفوكال لينس. فبرضه الفوكال لينس تغييره هيغير لك زاوية الرؤية وهيغير لك الديتيلز بتاعت الصورة. تمام؟ طيب. ازاي بقى تحسب الفيلد اوف فيو؟ يعني ايه الفيلد اوف فيو؟ يعني انت عندك مكان عايز تصوره، فانت عندك هاي عندك مثلا مكان كده عايز تصوره. ليكن مثلا مدخل البيت. تمام؟ مدخل البيت ده ايه؟ ويدث ودي هايت. تمام؟ تحط الكاميرا فين علشان تجيب المكان كله؟ يعني بعد المكان عن بعد المكان عن الشكل اللي انت عايز تغيره، الشكل اللي انت عايز تغيره ده اسمه فيتو فيو. طيب تحط الكاميرا فين بقى؟ في حاجات كده ستاندرد او حاجات تقريبية تقول لك ايه؟ مبدئيا العلاقه دي علاقه اكزاكت، بس اقول لك ايه الحاجات التانية. العلاقة دي بتقول لك ايه؟ الايمج السنسور ويدث، يعني ايه؟ ده السنسور اهو، السنسور ويدث هو الاتش، السنسور هايت بيسموه الايمج،
الاول السنسور ويدث على الفيلد ويدث اللي هو الاتش سمول على الاتش كابيتال بتساوي ايه؟ بتساوي الايمج هايت اللي هو الايمج سنسور هايت اللي هو الطول ده على الطول ده كله. فانت بتتكلم على السنسور هايت على الفيو هايت تمام؟ ده بيساوي ايه؟ بيساوي السنسور فوكال لينث اللي هو فوكال لينث اللي هو ده بتاع الكاميرا نفسها على بعد الكاميرا عن الشكل وبعد الكاميرا عن الفيلد اوف فيو. فانت بتتكلم على اف على دي تمام؟ ده عادة ممكن يجي في الامتحان يا شباب، يبقى الناس تركز شوية. طيب، فعلى حسب انت عندك ايه الجبل وايه المطلوب تعرف تجيب بعد الكاميرا عن المكان. في حاجات بقى تقريبية زي ايه؟ بيقول لك مثلا ان تقريبا انسب مكان تحط فيه الكاميرا ده بيساوي الفوكال لينس بس بالمتر. بمعنى لو انت بتتكلم ان الفوكال لينس ده 2.3 مللي متر تحط الكاميرا دي على بعد كام عشان تجيب الفيو؟ تقريبا 2.3 متر خلاص كده؟ لو الفوكال لينس بتاعك 6 مللي متر تقريبا بتحطها على بعد 6 متر خلاص كده؟ فدي معناها الجملة ان السيت اب ديستنس تقريبا بيبقى هي الفوكال لينس بس بالمتر خلاص كده؟ بس دي طبعا تقريبية مش اكزاكت. طيب قبل دي بسيطه دي كده حاجات ستاندرد بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الربع انش سنسور ده الانش سنسور يعني الويت بتاعه دي حاجات ستاندرد يا باشمهندس 3.6 مللي ده الويت تمام؟ التلت انش ده الويت بتاعه 4.8 مللي النص انش 6.4 والاف ده هو الفوكال خلاص؟ طيب في حاجه بقى اسمها البروبيلتي بتاع الكاميرا. لو انت بتتكلم على اول بروبيريتي اللي هو الريزوليوشن، فالريزوليوشن ايه؟ ربع انش ده الدايمتر بتاع السنتر دي الاتش يا باشمهندس دي الاتش دي العرض بتاع السنسور. مش قلنا السنسور ده عباره عن طول في عرض او عرض في ارتفاع اللي هو ده اللي هو العرض ده في ارتفاع تمام؟ هو بيتكلم الربع انش ده الدايمتر انش اللي هو ده كده ربع انش تمام؟ الربع انش دي ستاندرد في الطول وفي العرض. فلو احنا بنتكلم ان الربع انش ده الستاندرد بتاع الدايمتر اللي هو المتاحه دي الطول ده بيبقى 3.6 متر ايه؟ مربع مستطيل ايا كان هو شكله بيعمل كده اهو ده مستطيل مش مربع اللي موجود في الرسم ده مستطيل. طيب في شويه بروبيلتيز او شويه اوبشنز يا باشمهندسين بيكونوا موجودين في الكاميرات وتعرف تستفيد منها لو انت بتتكلم على نظام كاميرا دلوقتي. اول حاجه اللي هي ريزولوشن. الريزولوشن اللي انت متكلمين عنها من شويه دي بتعتمد على الدي بي لاين. فلو انت بتتكلم او بتقارن ما بين كاميرتين واحده 600 دي بي لاين وواحده 600 دي بي لاين فكل ما تعلى بالدي بي لاين او الريزوليوشن كل ما تاخد جوده صوره اكبر. اي نعم جوده صوره اكبر بس انت بتتكلم على انش سايز بالميجا بايت اكبر تمام؟ فدي هتاثر لك على الانش سايز. طيب ثاني حاجه اسمها السنستيفيتي او الهاي سنستيفيتي هو بسيط للسنستيفيتي بمعنى ان انت لو بتصور في الليل او بتصور مشهد في الليل او الكاميرا شغاله بالليل الكاميرا بتشتغل بحاجه اسمها اللاكس. يعني ايه اللاكس؟ خدت قبل كده في الاضاءه حاجه اسمها اللاكس تمام اللي هي الفار تمام؟ اللاكس دي اللي هي نمبر اوف هيومنز لكل ايه او لكل متر مربع تمام؟ الكاميرا اللي اللاكس بتاعها قليل اللي هو المينيمم لاكس المينيمم الليمينيشن وليكن مثلا عندك كاميرا بتشتغل على مينيمم الليمينيشن نص لاكس وعندك كاميرا بتشتغل على بوينت 1 لاكس تمام؟ ايه اللي انهي ايه
البوينت 1. يعني ايه بوينت 1؟ يعني انت بتتكلم في تصوير الليل او النايت فيجن، بتشتغل باقل اضاءه اللي هي بوينت 1. لو الاضاءه بتاعتك اقل ونزلت بوينت 1 هتطور، تمام؟ لو الاضاءه بتاعتك اقل من كده الصوره بتبقى مبكسله، وطبعا الصوره بتبقى الجوده بتاعتها وحشه جدا، تمام؟ فانت بتتكلم في ان الكاميرا في النايت فيجن شكل الصوره بيبقى عالي جدا او شكل الصوره بيبقى كويس جدا. عند اللولكس لازم تركز على حاجه اسمها المينيموم لكس، وتختار المينيموم لكس ده. كل ما يكون قليل كل ما يكون بالنسبه لك الصوره بتاعتك احسن بكتير، تمام؟ طيب الحاجه اللي بعد كده حاجه اسمها الاي دبليو دي، ايه اسمها ايه؟ الاوتو وايد بالانس. ايه الاوتو وايد بالانس ده؟ مع التغيير السريع في الوان الصوره، عادة الصوره بتبقى مبكسله، يعني ايه؟ يعني الكاميرات الالوان بتخش في بعض. فانت بيبقى في عندك اوبشن في الكاميرا حاجه اسمها الاي دبليو دي او الاوتو وايد بالانس، ان هي ترجع بصوره سريعه جدا للالوان الحقيقيه، والجوده بتاعتها بتبقى افضل. ده اللي اسمه الاوتو وايد بالانس، وعاده ده بيبقى اوبشن مهم جدا لحظه الستارت، لحظه بدايه الكاميرا وبدايه تشغيل الكاميرا. الكاميرا بتاعتها الصوره بتاعتها بتبقى بايظه خالص، في الالوان بتبقى داخله في بعض. فلو انت عندك اوبشن الاي دبليو دي ده او الاوتو وايد بالانس، فده اوبشن مهم جدا، وهيساعدك ان انت تطلع جوده الصوره حلوه جدا لحظه الستارت، تمام؟ اللي بعد كده حاجه اسمها الاي سي ار. الاي سي ار ده اللي هو الانفرا ريد كات فيلتر. يعني اولا الانفرا ريد ليمت اللي موجودين مثلا في كاميرا بي تي زد بيشتغلوا بالليل بس ولا بيشتغلوا دايما؟ المفروض ان هم منورين على طول 24 ساعه، كويس؟ فالكاميرا بتعرف ازاي انت بالليل ولا بالنهار؟ ليه؟ علشان الكاميرا بالليل بتصور وايد اند باك. عاده الكاميرات بالليل بتصور وايد اند باك. طيب ممكن الكاميرا بالنهار تقلب منك ابيض واسود، كويس؟ زي الصوره دي. الكاميرا ليه قلبت ابيض واسود؟ لان طلع من الليد بتاعت الكاميرا، احنا بنتكلم دي الكاميرا، طلع من الليد بتاعت الكاميرا اللي هي الاي ار ليد، تمام؟ شعاع سقط على الاجسام ورجع ضوء منعكس، تمام؟ الضوء المنعكس بتاعها خلاها تقلب ابيض واسود، تمام؟ طيب ازاي ترجع بقى تشوف الوان؟ فالمفروض ان في مود في الكاميرا او اوبشن في الكاميرا بيقول لك لا، او بيقول للكاميرا لا ده احنا لسه بالنهار، واقلبي تاني الوان احنا لسه بالنهار. فالمود ده اسمه اي سي ار او الاي ار كات فيلتر، ان هو يرجع الكاميرا تاني لوضع الكلر علشان احنا لسه بالنهار، تمام؟ طيب الاوبشن اللي بعده اسمه دي اس دبليو دي ار او الدبل سكان وايد دايناميك رينج. يعني ايه؟ عادة الاوبشن ده بنشوفه في كاميرا الموبايل. كاميرا الموبايل لو صورت صوره الديتيلز القريبه بتبقى واضحه جدا، او الديتيلز اللي في الخلفيه او اللي بعيده بيبقى شكل الريزولوشن بتاعها ضايع، والريزولوشن بتاعها قليل جدا. فالكاميرا بتشتغل كده، الكاميرا الديتيلز القريبه زي الشكل ده الديتيلز بتاعته بتبقى حلوه جدا، تمام؟ والحاجات اللي في الخلفيه الريزولوشن بتاعها بتبقى قليل جدا. فانت لو انت عايز تبين كل الديتيلز اللي في الصوره تعمل ايه؟ المفروض ان في اوبشن في الكاميرا اسمه دي اس دبليو دي ار ده بيعمل ايه؟ المفروض بياخد لقطتين للصوره، لقطه للفرونت ايمج ان الديتيلز بتاع الشكل ده او الاجسام القريبه من الكاميرا يبقى الريزولوشن بتاعها عالي، وياخد صورة تانية للفار اوبجكت الأشكال البعيدة أو الأجسام البعيدة عن الكاميرا ياخد ليها لقطة تانية، ويدمج الاتنين مع بعض فيبان الريزوليوشن بتاع الكاميرا شكل الأشكال القريبة أو الريزوليوشن بتاع الشكل القريب هو نفس الريزوليوشن بتاع الشكل البعيد، تمام؟ فده المود ده لو موجود في الكاميرا أو ممكن تشغله. ده هنا الـ DSWR ده أوف وده أوف، تمام؟ فده المود في الكاميرا. لو عملت له اون معنى كده ان الريزولوشن بتاع الصوره كلها واحد،
خلاص كده؟ على حسب بقى انت عايز صوره زي كده ولا عايز صوره زي كده. تمام؟ في ناس كتير بتفضل الصوره دي زي مثلا موبايل، الصور هو الاجسام المغيره يعني الكونتنس بتاعتها كويسه جدا والريزوليشن بتاعك كويس والاجسام البعيده انا مش عايزها. تمام؟ طيب الحاجه اللي بعد كده حاجه اسمها بي ال سي او بلاك لايت كومبنسيشن. شكل الصوره دي ايه اللي حصل؟ الخلفيه بتاع الشكل ده او بتاع الشخص ده الخلفيه بتاعتك بين او الخلفيه بتاعتك الاضاءه بتاعته عاليه جدا مقارنه بالاضاءه بتاعته هو. فايه اللي حصل؟ المفروض الكاميرا كده اتعملت يعني مش جايبه ديتيلز من اي حد خالص. تمام؟ وخصوصا لما تكون الشكل قريب من الكاميرا. تمام؟ فالكاميرا بتعمل ايه؟ لو الكاميرا فيها اوبشن البي بي سي ده اللي هو البلاك لايت كومبنسيشن ده بيعمل لك بروسيسنج للكاميرا او بروسيسنج للايمج بحيث يقول ان طلع لي الديتيلز بتاع الشخص كويس فيحاول يظبط او يخفي او يعمل كومبنسيشن للضوء اللي جاي من الخلفيه ويظبطه مع الشكل القريب بحيث تبان صوره الشخص بالملامح بتاعته زي ما احنا شايفين. تمام؟ طيب الاوبشن اللي هو الاو اس دي ده خدناه المره اللي فاتت ده بنتكلم على الحاجات بتاعت الكاميرا يعني لسه مثلا في كاميرات وخصوصا اي بي سيستمز يعني اي بي كام سيستم بيبقى ليها حاجات شبه مثلا التظبيطات بتاعت التلفزيون او التظبيطات بتاعت الريسيفر ممكن تغير بيها الكام نيم ممكن تظبط بيها اللينز ممكن تظبط بيها شويه حاجات تشغل بيها مثلا الدي 9 فيجن وتقفله زي ما انت عايز. تمام؟ فيها شويه اوبشنز زي دي ممكن تغير فيها اي حاجه. طيب في حاجه اسمها الدي اي اس او الديجيتال ايمج ستابلايزيشن وده مهم جدا لو انت بتتكلم على كاميرات مراقبه محطوطه في الاوت دور. تمام؟ الصوره دي صوره او صوره الكاميرا محطوطه في ويند ويزر فلو انت بتتكلم على هواء جامد شويه هيهز الكاميرا فشكل الايمج بتاعت الكاميرا هيكون محزوز فمش هتطلع لك صوره كويسه. فتعمل ايه؟ فلو الكاميرا بتاعتك فيها المود او الاوبشن دي اي اس ده المفروض هيحاول يظبط الكاميرا على قد ما يقدر ويثبتها بحيث ان هي تطلع لك صوره بالمنظر. تمام؟ طيب الاوبشن اللي بعد كده حاجه اسمها برايفسي ماسكينج. كنا خدنا الاوبشن ده قبل كده المره اللي فاتت. لو انت عايز تعمل ماسكينج لشويه حاجات انت مش عايز تظهرها فانت بتتكلم مثلا في مثلا باب هنا في باب جراج هنا مثلا انت عايز تعمل له ماسكينج في شباك هنا في شباك هنا فانت ممكن لو انت عندك كارد مثلا بوند الكاميرات ممكن الاوبشن ده يبقى كويس جدا ان انت وانت بتركب الكاميرات تقول مثلا للسبيشاليست او المتخصص اعمل لي ماسكينج هنا وهنا 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 بحيث الراجل اللي واقف على الكاميرات المراقبه ما يشوفش كل الاماكن دي ويشوف بقيه الاماكن. تمام؟ كل كاميرا بيبقى فيها مثلا اربعه او خمسه ماسكينج دول. الاوبشن اللي بعد كده حاجه اسمها الاوتو جيم كنترول او الاي جي الاي جي سي. يعني ايه الاوتو جيم كنترول؟ وانت بتتكلم على الاضاءه الليليه او النايت فيجن لو الاضاءه ضعيفه يبقى شكل الاضاءه الضعيفه اللي عامل كده. تمام؟ لو الكاميرا فيها اوتو جيم كنترول بيحاول برضه يعمل بروسيسنج للصوره او يعمل سموثنج للصوره بحيث انه يعلي الريزوليوشن بتاع الصوره وتبقى الجوده بتاعتها بالمنظر ده. عاده ده بيشتغل في الهاي فيجن برضه. تمام؟ طيب في حاجه او في اوبشن ظريف جدا وده عاده في البيت الزد كاميرا بس اللي هو التور جروب او السيناريو جروب. بمعنى انت لو عندك كاميرا ممكن تحدد لها وانت بتركب الكاميرا تحدد لها اربعه جروب المنظر والكاميرا تلف في الاربعه جروب زي ما انت عايز. تمام؟ ما بين كل فيو التاني ممكن مثلا تنقي الوقت 2 ثانيه او 3 ثانيه زي ما انت عايز بحيث الكاميرا عند فيو 1 بعد 3 ثانيه تروح عند فيو 3 وبعد كده فيو 4 وبعد كده فيو 2 وبعد كده ترجع. فانت بتتكلم ان انت بدل ما تركب اربع كاميرات لا انت تركب تركب كاميرا واحده تشوف الاربع فيو زي ما انت عايز. تمام؟ في اوبشن تاني وده عاده بيبقى في الاوت دور كاميرا اللي هو زوم. الساعه دي فين؟ الساعه دي لو انت بتتكلم على البرج ده الساعه دي اهي. لو انت بتتكلم على زوم كاميرا او بوكس زوم كاميرا ممكن تثبت كاميرا في مكان
وتثبت الزوم بتاعها بحيث ان انت تشوف الساعه. تمام؟ طيب في اوبشن تاني اسمه الموشن ديتكشن. الموشن ديتكشن ده بيتم ازاي؟ يعني ازاي الكاميرا بتعرف ان في جسم اتحرك علشان تقول لك او تديك الارم في الموبايل مثلا ان في حد دخل بيتك او دخل الشركه بتاعتك مثلا. فانت بتتكلم ان هي بتعمل ايه؟ الصوره بتضغط 2 فريم ما بين كل فريم والتاني وقت انت محدده. تمام؟ او الصوره بتضغط كام؟ الصوره بتضغط تقريبا 16 فريم بير سكند وانت بتتكلم. ان الكاميرا بتاعتك 16 فريم بير سكند عادة 16 فريم بير سكند ده مناسب جدا عشان يشتغل موشن ديتكشن. الصوره بتعمل ايه؟ او الكاميرا بتعمل ايه؟ بتضغط مثلا الثانية 0 فريم. تمام؟ بعد كده بتضغط 16 فريم بير سكند وبعدين بتقارن كل فريم بالفريم اللي قبله. لو حصل ان الفريم اللي قبله الفريم الحديث اتغير فانت بتديك الارم على الموبايل وتقول لك ان في موشن ديتكشن حصل. تمام؟ وده مهم جدا في كاميرات المراقبه بالليل. لو انت حاطط مثلا كاميرات المراقبه في مكان وعايز تشغلها موشن ديتكشن. تمام؟ في حاجه اسمها الاي ار سمارت. ايه الاي ار سمارت ده؟ لو انت بتتكلم على انت بتتكلم على الكاميرا بتقعد بالليل وفي شخص قرب من الكاميرا بالليل فهيبان في الكاميرا كده هو عمل كاميرا بس بالليل. فايه اللي حصل دلوقتي؟ المفروض ان لو في الكاميرا بتاعتك فيها اوبشن الاي ار سمارت ده بتحاول تعزل او تقول للكاميرا ان الجسم ده اللي قرب ده هات الديتيلز بتاعته. فبتحاول تعمل سموثنج للكاميرا بحيث انها تجيب الديتيلز كامله للحاجه اللي او للاجسام اللي وراها. تمام؟ ده الاي ار سمارت. اوبشن تاني اسمه الاتش ال سي. الاتش ال سي او الهاي لايت كابابيلتي. بمعنى الكاميرا بتصور مثلا على رادار او كاميرا رادار، كويس؟ الكاميرا دي انت مثلا سواء عربيه او بتصنع شويه وتيجي مثلا ضارب النور العالي في وش الكاميرا على اساس ان هي ما تلقطش لوحه العربيه. فالكاميرا فيها اوبشن مهم جدا اسمه الاتش ال سي. الاتش ال سي ده بيعمل ايه؟ بيعرف ان الضوء القريب ده ضوء جاي من الجسم قريب فبيعمل ايه؟ بيحاول يعمل ماسكينج على الاضواء العاليه جدا دي وبيصور الديتيلز بتاع بقيه البشر. فهو اوريدي بيعمل ماسكينج على الصوره وبيصور لوحه العربيه اللي هي. تمام؟ طيب في اوبشن تاني وده مهم اسمه الاوتو تراكنج. يعني ايه الاوتو تراكنج؟ ان هو يعمل لك تراك لجسم بيتحرك. بمعنى ان انت وانت بتركب الكاميرا بتيجي تعمل فريم على جسم ليكن الجسم ده مثلا. تمام؟ الجسم ده لو اتحرك بالشكل ده بدا يتحرك المفروض ان الكاميرا ممكن تخليها تعمل الارمنج او تديك الارمنج ان الجسم ده بدا يتحرك اللي هو الهدوء تراك. خلاص؟ ده اوبشن مهم جدا ممكن برضه يشتغل معاك في اي حاجه ثانيه. لو انت مثلا عندك حاجه غاليه شويه مثلا حل مثلا بتاع ده او حاجه حلات الحاجات الغاليه يعني ممكن تعمل اوتو تراكنج لاوبشن معين ولو الاوبشن ده اتحرك تبدا تديك قرار. كويس؟ طيب دي شويه بروشورز للكاميرات المراقبه. انا جايب لكم ثلاث انواع من الكاميرات دول. خلينا نقرا شويه في البروبيرتيز. خلينا نبدا بالخمسين. الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي ده بعض من حاجات كتير قوي او اوبشنز كتيره جدا ممكن تلاقيها في كاميرات المراقبه. يعني انت لو بصيت مثلا للكاميرا دي، الكاميرا دي في نوعين، في نوع هدوم كاميرا دي عاده بتستخدم في الاندور ابلكيشن. تمام؟ الكاميرا دي بتشتغل نايت فيجن. عرفت ان انت هي نايت فيجن الاي ار ليد اللي موجوده دي. تمام؟ دي علشان الرؤيه الغير. طيب لو احنا بصينا شويه في البروبيرتيز بتاعتها، اولا نتكلم انش اي سنستيفيتي سي سي دي، يبقى ده معناه انش سنسور بتاع سي سي دي والريزوليوشن بتاعه او الريزوليوشن الكاميرا دي بتشتغل على 960 انش اللي هو الهاي ديفينيشن. تمام؟ هاي ريزوليوشن 700 تي بي لاين، ده الريزوليوشن بتاعك 700 تي بي لاين وده كويس جدا لكاميرات المراقبه. تمام؟ ب
بيلت ان فيكسد لينس. يعني ايه؟ يعني الفوكال لينس بتاعك ثابت ما ينفعش يتغير. فده مش فاري فوكال لينس، لا ده فيكسد فوكال لينس، تمام؟ ومثبت على 3.10 ملم، تمام؟ بيلت ان ليد في 29 اي ار ليد هنا مثبتين، لو عديتهم هتلاقي 29، تمام؟ طيب الحاجات اللي بعد كده هتلاقيها دي الاوبشنز بتاعت الكاميرا اللي بتقدمها دي او اس او اس بي او اس بي، هتلاقي كل الكلام ده اللي احنا قلناه او اغلبه او اس بي اي دبليو ار دي اوتوماتيك وايت بالانس، اي جي اس اللي هو تقريبا جرو اوتو جيت او اوتوماتيك جيت تقريبا حاجه مش فاكر بالظبط، البي ام سي الفلتر او الفلتر ليس في اتش ال سي في دي اي اف او جي في الاوبشن بتاع الكاميرا ممكن يقدم لك موشن ديتكشن في برايتنس زون اللي هو برايتنس ماسكين في ميرور فانكشن. يعني ايه ميرور فانكشن؟ ان الكاميرا عندك مثلا لو هي الصوره عندك في اتجاه المنظر ده ممكن تعكس اتجاهك، تمام؟ طيب في اكسترا فيديو اوت، يعني في اكسترا او مخرج زياده في الكاميرا ده ممكن تاخده تعمل بيه اي حاجه، في مثلا زياده في الكاميرا كويس كوميونيكيشن، الكوميونيكيشن بتاعها او تشتغل على بيلكو سي بيلكو كوميونيكيشن، فور اكس موفمنت تشتغل في الاربع اتجاهات فريلانس روتيشن، وفي بتشتغل او بتشتغل على باور سبلاي 12 فولت دي سي، تمام؟ ده نوع تاني من الكاميرات. ده شكل ايه؟ ده شكل زوم. دي كاميرا زوم. ايوه هي ايه؟ بيبقى مكتوب عليها، مكتوب فيها يعني مش عارف كده. دي بتشتغل على ايه؟ على بتشتغل على كوكسيا كوميونيكيشن اللي هو اللي قبل الاخير ده كوكسيا كوميونيكيشن، يعني ليها فتحه يدخل عليها قبل الار جي 11 او الار جي 9، فهيش فتحه اللي هي ار جي 45. هتلاقي في كاميرات فيها فتحه، هتلاقي فيها فتحه. طيب دي كاميرا ثانيه يا باشمهندسين، دي كاميرا زوم. شكل الزوم عادة بيبقى المقدمة بتاعتها بيبقى ليها بالظبط، بيبقى شكلها عامل كده ان هي ممكن تغير لك الفوكال لينس، تمام؟ طيب دي تلت انش سنستيفيتي، نفس الكلام هو هنا تقريبا هي نفس البروبيرتيز بتاع الكاميرا اللي فاتت، تمام؟ مع مثلا هنا بيحدد لك المينيمم الليمينيشن، مينيمم الليمينيشن 0.05 لكس، تمام؟ يعني بيصور على اللاكس بتاعه قليل جدا، دي كاميرا حلوه جدا بتشتغل بالليل، بيصور بالليل بلاك اند وايت. في كاميرات بتصور كلر بالليل يعني في كاميرات الحديثه حاليا بتصور كلر، تمام؟ دي اس اس اون اللي هو ده اوبشن برضه في الكاميرا، وده ليه علاقه بفتحه الكاميرا. اول ما تيجي تفتح الكاميرا لو هو اون دي ميزه كويسه جدا، بس احنا مش هنتكلم عنها، يعني مش مناسب ان احنا نتكلم، تمام؟ دي شويه الفيتشرز اللي انت ممكن تاخدها من الكاميرا زي ما قلنا قبل كده، دي بتشتغل على الاكسيا برضه كوميونيكيشن مش اي بي كام، تمام؟ طيب ده نوع بقى من الاي بي كام في الشركه هانيو. في شركات كتير تسويها بس دي بتشتغل على كاميرات المراقبه زي اتش اي بي كي فيجن، زي هانيو، زي البيلكو، زي السي ان بي. يعني الكاميرا دي كده، الكاميرا دي كده سي ان بي، الكاميرا دي كده هتلاقيها سي ان بي اهي، الكاميرا اللي قبلها هتلاقيها سي ان بي، في كاميرا ثانيه اتش اي كي فيجن، في اللي هي مانوال زي دي كده. في ايه الفرق بينها وبين الدوم اللي وراها؟ دي كده كاميرا كلها اي بي كام، تمام؟ فلو بصينا لشويه اي بي كام دي، اولا الديسكربشن بتاعك اتش 264 ده ليه علاقه بالديسكريبشن بتاع الفيديو، او الديسكريبشن بتاع الفيديو، الفيديو بتاعك هيخرج بتشفير اتش 264، تمام؟ 929 اند دي يعني الالوان اللي بتشتغل عليها الوان لايت، الوان حقيقيه، تمام؟ لو لايت وايت دايناميك رينج، بتشتغل على وايت دايناميك رينج وبتشتغل على لو لايت، تمام؟ نيجي للايمج سنسور تلت 4 ميجا، دي الكاميرا بتاعتك بقى الاي بي 4 ميجا
بروجريشن بروجريسيف سي موس. ده نوع الايمج سنسور بتاع سي موس. ده سي موس، ده سي موس، ده برضه سي موس. تمام. تيجي للمينيمم مثلا الاليمينيشن 0.01 لكس، وبيصور على ايه؟ عشان دي ليها علاقه بالنايت فيجن، ودي بتصور كفر. تمام. وممكن تصور لحد 0 لكس ويز اي اون اف ال 4، يعني ممكن تصور على لحد 0 لكس، يعني الصوره بتبقى معتمه تماما ازاي الكاميرا شغاله. كويس. دي برضه هتلاقيها ده الريزوليشن بتاعها، ده المينيمم الريزوليشن بتاعها واحد. تمام. طيب في شويه بقى ريزوليوشن في الاي بي كام. لو بصيت مثلا لدي دي 4 ميجا، اي بي كام 4 ميجا، يعني ايه الريزوليشن بتاعها؟ يعني 1200 سوري 2688 ده الويدث بيكسلز يعني، وده 1520 ده الهايت. الاي بي كام ليها ريزوليوشن زي ما انتم شايفين كتيره جدا. تمام. بتبدا من الاي بي كام، وبعدين بتدخل في الفول اتش دي، وبعدين الاتش دي، وبعدين الريزوليوشن. طيب وانت بتعمل ديزاين لنظام الكاميرات المراقبه، لو انت شايف اي بي كام مثلا 4 ميجا بكسل، كويس، لازم تراعي في اعتبارك حاجتين. اول حاجه السويتش اللي انت هتحط عليه كاميرات المراقبه، السويتش بتاعك في السبيكس بتاعته يبقى ليه حاجه اسمها الباند ويدث بتاعه. الباند ويدث بتاعه لو هو 100 ميجا بكسل مثلا، لو هو 100 ميجا بكسل فالمفروض ان انت تركب كاميرات مراقبه اقصاها 100 ميجا بكسل. تمام. يعني انت مثلا ما تجيبليش 50 كاميرا مراقبه اي بي كام والريزوليوشن بتاعها 4 ميجا بكسل. تمام. وهتشغلها بالريزوليوشن ده اللي هو 4 ميجا بكسل. الحل ان انت تعمل ايه؟ ممكن تختار ريزوليوشن اقل، ريزوليوشن من كل الريزوليوشن دي، وبالتالي انت جبت كاميرا غاليه في حاجه مالهاش لازمه اللي هو 4 ميجا بكسل. انت ممكن تجيب كاميرا اقل اللي هو 1080 مثلا، 1080 دي اي بي كام وسعرها ارخص، ممكن تشتغل على ريزوليوشن فول اتش دي. تمام. فانت بتاخد في اعتبارك وانت بتصمم السي سي تي في سيستم الريزوليوشن بتاع الكاميرا والسويتش بتاعك. تمام. الباند ويدث دي على تاني حاجه، لو انت بتتكلم على ان انت عايز جو فريم تشتغل على ريزوليوشن قليل، وطبعا ريزوليوشن قليل معناها كوست قليل. تمام. ده بقيه البروبيلر بتاع الاي بي كام. هتلاقي مثلا ممكن نتكلم على ايه؟ ممكن نتكلم مثلا على الفريم ريت. الفريم ريت ده اللي هو مثلا لو انت بتتكلم ان انت هتشغلها او فيها اوبشن موشن ديتكشن. موشن ديتكشن بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو هي 4، لو انت شغلتها 4 ميجا بكسل بيقول لي ويز انالوج فيديو اوت، الفيديو اوت بتاع انالوج اوف بتشتغل على فريم بير سكند من 1 ل 20 فريم بير سكند. تمام؟ لو شغلتها على 3 ميجا بكسل ممكن تقعد معاك لحد 1 ل 30 فريم بير سكند وهكذا. تمام. فلو انت ظبطتها على 16 فريم بير سكند ده مناسب جدا للموشن ديتكشن، لحد 20 ده مناسب جدا. تمام. طيب بعد كده ايه؟ بعد كده في شويه مميزات اللي هو مثلا السبلاي، زي مثلا الباور كونسامشن. تمام. هتلاقي مثلا في شويه مميزات الفيتشرز مثلا ده ايه مثلا؟ دي اللي دور الاول دور ماونت اللي هو تركيب الكاميرات مثلا، شكل تركيب الكاميرات ده مثلا ده الانتليجنت فيديو لاين ان اوت اوتوماتيك الكترونيك شاطر، يعني الكاميرا هتقعد معاك ازاي؟ ممكن تقعد معاك اوتوماتيك ومانيوال. تمام. في الانتليجنت فيديو في ميزه كويسه جدا، الكاميرا بتديك الارم امتى؟ ممكن تظبطها ان هي تديك الارم الكاميرا تعمل بريدكشن، يعني ايه؟ يعني حد بيفك الكاميرا لو شغلت الاوبشن ده او الاوبشن ده موجود في الكاميرا، الكاميرا تقدر ديتكشن ده، ده معناه ان لو حد بيفك الكاميرا هتديك الارم على الموبايل، لو حصل فيديو موشن ديتكشن هتديك الارم على الموبايل وهكذا. تمام. طيب احنا كده خلصنا المحاضره بتاعتنا، بس دول شويه حاجات
لازم تاخدها في اعتبار وانت بتعمل ديزاين لمكتبات السي سي تي. تمام؟ اول حاجه لو انت بتتكلم على الكيبل اللي انت هتحطها على الباور كيبل يعني لازم تشيك على الفولتج دروب وشورت سيركت. بعد كده كالكوليت الفولتج دروب لازم يكون الفولتج دروب فيج حتى في المين. تمام؟ بعد كده بتنقي الكاميرا على حسب الابلكيشن اللي انت محتاجها فيه. يوجوالي ذا لينسر زي ما قلنا هتلاقي كل الكاميرات دي او كل الكلام ده قلناه في المحاضره بتاعتنا. اخر حاجه بيقول لك ايه؟ دونت بوت كاميرات ان باث روم يوجوالي ماونتد ان روم سنتر. روم كورنر يعني ايه؟ تثبيت الكاميرات عاده بيبقى في روم كورنر وليس في السنتر. تمام؟ بعد كده بيبقى في الانترنت في الستيرز في الالكتريك جنريشن رومز وهكذا. في ابلكيشن كويس جدا ليه علاقه بالسي سي تي في كالكوليتر اسمه ايه؟ اسمه سي سي تي في كالكوليتر. لو دخلت على جوجل اب او جوجل ستور ممكن تنزل برنامج اسمه سي سي تي في كالكوليتر يعرفك كل حاجه الكاميرا. تمام؟ ازاي تظبط الفوكال لينس؟ ازاي تختار الايمج تنس دايمتر؟ ازاي تختار اللينس دايمتر؟ كل الاوبشنز اللي احنا اتكلمنا فيها بتلاقيها في السي سي تي في كالكوليتر. كل الاوبشنز وفي اوبشنز ثانيه احنا بنتكلمش. تمام؟ ده ابلكيشن على الموبايل ابسوس. طيب كده احنا خلصنا المحاضره بتاعتنا اول محاضره بالنسبه للجزء الساعه كام؟ واحده ونص. طيب هناخد بريك ربع ساعه او ماشي ممكن ناخد بريك لحد الساعه 2 ونص ولا الساعه 2 ولا نكمل بعد ربع ساعه؟ ايه؟ المحاضرة الجاية عن حاجة جديدة ملهاش علاقة بالسي سي تي في. الساوند هناخد الانتنة سمارت انتنة تي في. سمارت انتنة. طيب الانتنة ايه فين؟ اعمل فين ده؟ ولا حد شايف الناس مش هو مين؟ ابعت لي اول ما تكتب عليك افتح سؤال عنك بس تاخد حاجه مساحه